اوكي جاي اسوي لكم الانترو مال الفيديو بعدين ماكس خبرني ماكس اللي طلع بالفيديو مال البارحه تحدي اللهجه العراقيه مع الشاب الامريكي خبرني قال لي لازم انت تجي على السريع وتلبس ملابس شويه دافيه لان راح نطير باراشوت مركبي لمحرك ما اعرف شنو بس راح نطير فراح البيت اجيب الدرون مالتي لان يجوز راح اصور لكم كلش مستعجل كلش متلهف كلش متونس ما اعرف شنو راح يصير بالضبط بس اليوم دقه صراحه خفر انا طلقه سبسكرايب الكاميرا راح احتاج الهيد ماونت مال الجو برو هذا ما اجمل هذا اليوم احنا بالمصعد يوم لا لا تعذبيني بحبك لا مستحيل اللي يفتهمون بالسيارات هاي السيارة قبل ما ينزلون الموديل بالسوق يغلفوها عمود ما حد يشوف الديزاين مالتها ويختبروها لمدة سنة بكل العالم ويجون طبعا بدبي لان هي من احر النقاط بالشرق الاوسط فيجون يشيكوها هنا وهذا ماكس ابو المغامرات شوف حتى سيارته توحي انه هو ابو المغامرات الله اوف 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 اوف, أوف. يا هلا شباب شخباركم شوفوا ما اجمل الصدف وصلنا جد 22222 كيلومتر ها ها ويه البركه ها حبيبي ما تزعل مني اذا اسوي اديت مال الفلوج مالتي وانت تسوق كيف ازعل منك ما راح احكي لمده 40 دقيقه عادي احسن لك الفلوج خلص ووصلنا واو ويلكم تو سكايدايف دبي هو الاديت بروحه فشي معقد وصعب بنوب بالسياره وماكس شنو ماكس شو ماخر مو ماكس اوف اريبيا ما بتاخر والله كفو شنو الفيلم بالضبط؟ جا نوقع ورقه على مود يعني نقول لهم انه حياتنا تروح لكم فدوه هاولك 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 يا ولدي يا ولدي يا ولدي انا وماكس ما راح نقدر نطير سوا فانا راح اطير قبله وهو وراي يعني هو عازمني وانا اطير قبله شفت شو مواصفاتها علي؟ هذه جلد اي علي متاكد هذا راح يخلينا بالجو احسه خفيف نجرب الحين اجيب لك بطانيه من البيت هاي حبيبتنا اليوم حبيبتي بس شوفيهم يطيرون انت طلقه وراهم ما اريد تفكرين يمنى يسرى اكو عصافير لا راسا نجي وراهم طلقه اوكي يلا عافيه طالع رامبو رامبو ماكس ما اعرف شو اشرح لك يعني من احلى الاشياء سويتها بحياتي ما راح تقدر تفتهم الان راح تطير شيء غير وعلي مبدع علي يعني سوالف وحكي لا يعني ينسيك انك انت في الجو والله ما اعرف شو اقول لكم الاحساس فوق شيء غير يعني خصوصا انه انا كان حلمي وانا صغير انه اطير وهذا الحلم مو حلمي انه كنت لا كنت من انام احلم بيه وشوي شوي ده يتحقق يعني يومية براشوت بنصعد
لا بس فشي يجنن يجنن من كل الأشياء سويتها بالجو، هاي أحلى شغلة. إذا دوس نقمة فوق تجيك مضيفة. يبولك شاي. حسنا منتظرين ماكس يرجع. باع غروب الشمس ورايا. ها ماكس حاكيني شي فظيع ها؟ عندهم طيارة بمارينا همين. اوكي حلو حلو. انت هواية تعبت اليوم، يراد لك شوية حلاوة، ولو الحلاوة ما ياكل حلاوة. اوه بلون لحيتك. اوه يمكن كرهني. احنا في سكاي هاب باي سكاي دايف دبي. Simple two stroke engine. They weigh approximately 25 kilograms. انا وماكس شجعنا انه نتدرب تدريب اسبوعين ونشتريها ونطير فيها شو وقت ما نريد. كاسكيت زين. مع السلامه علي حبيبي. This is the end. يلا حبيبي ماكس. استانسنا وياك. اشوفك ان شاء الله قلبي. Thank you for everything. شكرا. مغامرة جاية، عندنا مغامرة جاية مبرمجة بس بعد ما نعرف يوم بالضبط. بس ديتش غير، لا ديتش ديتش ما نحكي بيها. نحكي بيها لو لا؟ لا بعد ما نحكي بيها. يلا باي حبيبي. انا اخذت الكاميرا بتاعت لوي عشان اقول لكم اعملوا له سبسكرايب ووصلوا مليون. ماشي يقول له بس معقولة ألتقي بعدلي بدبي وأخيرا وأخيرا. اشتاقت لك ما قدرت والله. ما أروعك يا مارينا. مارينا بيكم حمد. أوف أوف خلف كواليس فتشي رح يجي قريبا. لا لا تحكي بي. لا لا ما أحكي. قريبا ترقبوا. شنو هاي راوي من منو؟ هدية من هوغو بوس؟ شنو هاي ساعة؟ ساعة. عطر جديد. شو اسمه؟ ايست. ايست. ايست الشباك يسد الباب. تجيني هدية من ماركة واطلعها هاي وين؟ هذا الشيء ما يعني انه هاي دعاية. اجتني هدية اراويها. لو جاي الهدية من عندكم كان هم فتحتها وراويتها بالبلوك. واو ما متعودة روحي طيبة. بيها ليمون حلو. حامضة. شلون يقولوها؟ حامضة حلوة شكلتها. اي تحس تحسي نومي بصرة بوس. يلا باي. لاف يو جايز. شوفوا البصر. وما نروح بعيد، نبقى بالداون تاون بيت رواء البيت فوفو، نمر على اصدقائنا قبل ما نرجع البيت. هاي سعادتي اليوميه. شو اسوي؟ مدك عليك ليش ما تجاوب؟ اجتك هديه من هوغو بوس. هذا البلوز مال فرات اللي معطيني اياه قبل شهرين. شكرا حبيبي فوفو. شلونك قلبي؟ زين الحمد لله. شو الاخبار؟ شلونكم؟ هل رايح؟ لا ابقى. يعني احيانا اوصل نهايه الفلوج واقول ما ارد انهي، بعدين ابدي افكر اقول يعني تايتانيك ايش كبره سوى له نهايه، فلوجي ما ينتهي. حبايب المتابعين جدد منا الباشر. اذا ما عندكم شيء اكو 400 فيديو انا منزله على قناه ممكن يخليكم تعرفون علي اكثر وتعرفون من ذول الناس كلهم اللي يطلعون وياي، وممكن رمشه من قصه حياتي موجوده على هاي القناه، والناس اللي يعرفوني يشوفكم باكر لان كل يوم فلوج جديد. المدل 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 لعيونكم. هذا الفلوج راح ينتهي هسه.